تم في اليومين الأخيرين اكتشاف بؤرتين للحمى القلاعية ببلديتي فيض البطمة ومصعد بالجلفة، ما أدى بالسلطات المحلية إلى إصدار قرار غلق كل أسواق المشية بصفة مؤقتة، كما اتخذت المفتشية البيطرية بالولاية الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لتفادي إصابة قطعان الغنم ورؤوس الأبقار بهذا المرض الذي يهدد الثروة الحيوانية. أحمد تنقلنا مباشرة إلى المكان، لاحظنا الأعراض، أكدنا وجود بأن هذه الأعراض ترتبط 100% ترتبط 100% مع الأعراض مرض الحمى القلاعية. قمنا بالإجراءات اللازمة، قمنا بذبح جميع الحيوانات المتواجدة، جميع الأبقار المتواجدة على مستوى هاتين البؤرتين، تم ذبحها، تم تطهير وتعقيم المستثمرتين، تم عزل المستثمرتين. إن فيما يخص هذه الأوبئة، الدولة وفرت صندوق خاص لتعويض الحمى المرضية والحمى القلعية. وبالبيض استاء الموالون من قرار والي الولاية الذي يمنع إقامة الأسواق الأسبوعية للمشية للوقاية من انتشار وباء الحمى القلاعية، حيث اعتبروا القرار تهديدا لحرفة تربية المشية بالولاية، خاصة وأن جلهم يعتمدون في الحصول على الأموال من بيع مشيتهم بالأسواق الأسبوعية. نور الدين الرحمن. أثار قرار والي ولاية البيض بمنع إقامة الأسواق الأسبوعية للماشية ومنع نقلها بتراب الولاية للوقاية من وباء الحمى القلاعية استياء الموالين الذين رأوا فيه تهديدا لحرفتهم وتساءلوا عن كيفية تزودهم بالأعلاف وقبلها الأموال لتسيير شؤونهم وشؤون ماشياتهم في ظل هذا القرار. الموالين هنا راه عنده يجي كل سوق باش يجيب القطعة على المواشير تاعه باه يبيع ويكيل العلف ويدي المصروف لولاده، كل سوق هذا هو الدور نتاعه، يعني منين يتبلع عليه السوق قدوه باش يمول هذا المواشي. القلق يتزايد لدى الموالين، خاصة وأنه تزامن مع فترة عيد الأضحى التي تعد موسم ربحهم الوحيد والذي لم يعد يفصلهم عنه سوى أقل من شهرين. يعني الناس اللي راهم لاباس عليهم راه عندهم التسمين ومسمنين المال تاعهم راه وجد، منين يوجد المال تاعهم وين يديوه؟ يقعدوا يصرفوا عليه وين يسوقوه؟ وعد من يسوقوه؟ يعني ماذا بنا من الوزاره ولا سلطات محليه ولا مركزيه يخموا لهذا الشعب كيفاه يعني واش تاهي المرجعيه. مصالح البيطره بالبيض اعتبرت ان القرار احترازي لحمايه الماشيه. المربي يعني يباله باللي لو كان بلع السوق ممكن يضر من حيث العلف من حيث، ولكن الخطوره راه في المرض، فبالتالي احنا قلنا راح نقوم بهذا الاجراء التحفظي لوقت ما، وان شاء الله الى الامور تحسنت الظروف الصحيه راح نفتحوا الاسواق. هذا ويبقى التنسيق بين المربيين والمصالح التقنيه كفيل بايجاد حل لمعضله اسمها الحمى القلاعيه تهدد عديد الجزائريين في اموالهم واقواتهم.